يعيشها طلبة الجامعيون المقيمين بالإقامة الجامعية رقم 3 ذكور في ولاية البليدة بإقامة جامعية كارثية لا تصلح للمبيت، ما أثار مخاوفهم على غرار الانعدام المياه والحارة الكارثية التي تعرفها المراحيض وحتى الغرف التي لا تصلح للنوم، كما نتابع في هذه الصور من داخل الإقامة الجامعية 3 للذكور بولاية البليدة. إذن وكما نتابع في هذه الصور للحالة الكارثية للإقامة الجامعية ذكور 3 بولاية البليدة، أين يعيش الطلبة المقيمون بهذه الإقامة ظروفا كما توضح هذه الصور الكارثية في إقامة لا تصلح للمبيت، هو ما أثار مخاوف الطلبة. نشير إلى أن المياه كذلك غائبة في هذه الإقامة، انعدام المياه وحالة كارثية للغرف كذلك المراحيض كما هو موضح في هذه الصور.